صار لي هون 7 سنوات، عمري 65 سنة، مزوج وعندي أولاد وعندي بنات. جينا لهون من سوريا، طبعاً كل إنسان بيعرف سوريا شو فيها. جينا من القصف والزعل والقهر وجينا لهون، والحمد لله هون لقينا ناس استقبلتنا بالمنيح وسكنونا ببيت ببلاش، والحمد لله ما قصروا. فأنا جيت على مؤسسة عامل لأنه معي ضغط وسكر، ولقيت ناس طيبين قدموا لي الدواء وفحصوني وعالجوني وجابوا لي دواء، بيعطوني وقت بيعملوا لي فحص بالسكر وبالضغط وبيعطوني أدوية دائما، وأنا ملتزم بالأدوية اللي بيعطوني إياها. نعم، ارتحت كثير على المشروع هذا وقت اللي عم بيعملوا لي الفحوصات، بطمن عن نفسي طبعا. وبهالمشروع هذا أنا يعني تعرفت على ناس جديدة طبعا، إن كان نساء إن كان رجال، يعني ساعدوني بإني أحكي الشيء اللي بقلبي. أنا وقيت بكون متضايق، يعني في شيء حاصره في قلبي ما عم بحسن بحكيه، فبتسألني الأنسة مدام ليش مزعوج أنت اليوم، ما أنك مبسوط مبين، إلا إلي ظروف كذا كذا، سواء مادية سواء مشاكل، يعني الواحد بكون قاعد ببيته ما بشوف هالموبايل اللي رن، اجته مشكلة من سوريا، فلان ما فلان قصف، فلان صار له شيء، فهون بيصير معه أزمة نفسية الإنسان طبعا. أنا ما فيني أحكيها لأي إنسان. بيجي اليوم اللي نجي على النشاط بقول لها يا القابلة، بقول لها يا أنستي هيك 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 موضوع، بتقول لي طول بالك، الصبر منيح بدك تصبر، وإحنا صار فينا بلبنان يمكن مثل سوريا وزيادة، والحمد لله ليش رجعنا مثل ما كنا بهالموضوع. فسبحان الله أنا بأثر بجسمي، بهدى يعني بهدى، ما عاد إنه كلها العصبية هاي، هذا اللي بيصير معنا هنا.